ينضم إلينا في تفاصيل هذا الموضوع الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس الأب عيسى مصلح. يسعد أوقاتك. يسعد مساءكم، مساء قدسنا الشريف بأقصى وقيامته وطننا فلسطين الحبيب. أهلا وسهلا بك. يعني خطة إسرائيلية للسيطرة على أراضي الديرة المسيحية الشرقية في القدس، في تفاصيل هذا الموضوع بداية. بداية أنا بدي أشكركم من أعمق عمق قلبي على هذا الاهتمام، وخاصة في هذا الموضوع الذي يهم العاصمة العتيدة لدولتنا الفلسطينية ألا وهي القدس. الموضوع هو عن نحو التالي: 1900 أو في السبعينات بالأحرى تم من قبل سلطة البيئة وحماية البيئة من حكومة إسرائيل بالسيطرة على قسم من القدس، وخاصة باب الصباط وسلوان ومقبرة صهيون. مقبرة يعني باب الصباط نقصد هنا بإخواننا المسلمين سلوان ومقبرة صهيون. وهذا الكلام من أجل حماية البيئة والمحافظة على هذه الأراضي وإلى آخره. والأسف الشديد في هذه الأوقات التي نعيشها يريدون توسيع هذا الحديقة كما يدعون بالاستيلاء على 280 دونم من أراضي الكنائس في القدس على سفح جبل الزيتون وكنيسة الجثمانية، وبهدف السيطرة وتغيير المعالم وتهويد مدينة القدس من جميع النواحي الاجتماعية والتاريخية والدينية وإلى آخره. فقام بطريرك القدس كيريوس كيريوس الثالث وبطريرك الأرمن للروم الأرثوذكس وحارس الأراضي المقدسة بإرسال كتاب رسمي شديد اللهجة ويحذر وزيرة البيئة بالقيام بمثل هذه الخطوة، لأنها تسيء الأولا للوجود المسيحي في القدس، وهي أيضا استهداف الأملاك والعقارات التابعة للكنائس 13 المعترف فيها من جميع أنحاء العالم. وأيضا هذا الأسلوب وهذا الاستيلاء ممنهج ومرتب بشكل رسمي غير رسمي، بمعنى قضية عقارات باب الخليل التي ندافع عنها بكل شرف وندفع الملايين من أجل الحفاظ عليها واسترجاعها، التي استولى عليها المستوطنين بطريقة غير صحيحة وبتزوير أوراق وإلى آخره، وبدعم من الحكومة الإسرائيلية. والأسلوب الثاني اللي هو الرسمي كما تقوم به وزيرة البيئة بتوسيع الحدائق وتوسيع السيطرة على أملاك الكنائس 13 وخاصة الروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس واللاتين والفرنسيسكان. فنحن الحقيقة في هذا الموضوع تم اتخاذ عدة خطوات، والخطوة الأولى سوف نقوم أولا بالجهد الدبلوماسي، أي العمل بجد واجتهاد وبإصرار إظهار للعالم أجمع في هيئة الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، أحرار العالم، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس. النقطة الثانية الدفاع القانوني هذه أملاك الكنائس وعقارات هذه تخص الكنائس فقط، والدولي يعني بمعنى يجب إقامة المحاضرات في المحافل الدولية لكي يسمع صوت الكنائس والبطاركة في القدس وماذا يحدث. يعني مدى خطورة هذا مدى خطورة هذا الموضوع وتهديد الوجود المسيحي في القدس برأيك في هذه الخطوات؟ الحقيقة بدهم يبينوا القدس فقط لليهود والشعب اليهودي ولحكومة إسرائيل، ولا يوجد من الديانات الإبراهيمية فقط إلا اليهودية، يعني لا وجود للإسلام ولا للمسيحية. وأريد أن أوضح نقطة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار. عندما ذهب رئيس حكومة إسرائيل لأمريكا الولايات المتحدة بالزيارة الأخيرة في أعضاء من الكونغرس الأمريكي تحدثوا معه وعبروا عن قلقهم وتحفظهم على هذه الخطوة التي تسيء للكنائس، وقال بأعلى صوته أنني لا أدري عن هذا عن أي شيء تتكلمون. ماذا يحدث؟ نتساءل ماذا يحدث؟
ما هو الهدف؟ السيطرة على ملاك الكنائس، ماذا تعمل الكنائس؟ وكما تعلمون بما يقوم به المستوطنين في الأقصى في المسجد الأقصى المبارك. صحيح. نحن أصحاب العهدة العمرية مسلمين ومسيحيين، وهذا بتعب الدستور، ونحن بسنا ضد الشعب اليهودي كشعب يهودي، ديانة الإبراهيمية، الإسلام واليهودية والمسيحية. ولكن لماذا هذه التصرفات، ولا ماذا الاستيلاء والاستهداف للإملاك والإقارات بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة؟ وهنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا، الاستهداف العالم المسيحي الذي أصبح 18% بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، بسبب الحوادث الإسرائيلية والجدار الفاصل والوضع الاقتصادي المتردي والهجرة على قدم مساق. أنا بحكي لك الهجرة الفلسطينية بشكل عام، الإسلامية والمسيحية، ولكن بشكل خاص العالم المسيحي. وهنا الوجود المسيحي يعني أيضا مهدد في داخل فلسطين أيضا في هذه الأيام، مهدد لأنه هذه السياسة، إذا استخرج العالم المسيحي من الشرق الأوسط والأراضي المقدسة انتهت القضية الفلسطينية. لأنه هنا عندما يوجد كنيسة يوجد مجمع، يوجد مسجد، عندما يوجد مسجد يوجد كنيسة. وهذا الكلام استخراج العالم المسيحي، وهذا نحن أصحاب حق وأصباح تاريخ وحقوق، وشعب بدون تاريخ لا قيمة له، وتاريخ بدون شعب لا قيمة له. فنحن نناشدكم بإعلاء صوتنا عاليا، ولسوف يقوم غبطة البطريرك رؤساء الكنائس بجولات خارج الوطن لكي نفضح ما يقوم به تقوم به حكومة إسرائيل والمستوطنين الذين بطريقة غير مباشرة يدعمون من قبل حكومة إسرائيل. ماذا يعني تشمل أراضي الديرة المسيحية الشرقية في جبل الطور؟ ماذا تشمل من مقدسات يعني مسيحية؟ لنا الحصة الكبرى نحن كبطريركية الروم الأرثوذكس وإضافة للكنائس الأخرى. وأقول للعالم أجمع بأن اليوم الكنائس 13 المعترف بها على قلب برنج واحد. يعني استوعب، نحن نستوعب تماما كل الكنائس مستهدفة، ولكن المستهدف مين؟ الذين عندهم عقارات وأملاك يطمحون بها المستوطنين والحكومة إسرائيل. وهذا نجبه ونستنكره، ولن تمر هذا التخطيط وهذا العمل مر الكرام. نحن سوف نناضل وسوف نجاهد، وسوف نبقى على هذا التراب المقدس. نحن دعاة سلام، ولكن نريد الحق، نريد العدل، نريد السلام، ولكن لسنا مع استهداف المسيحيين ولا المسلمين ولا اليهود، ولكن نحن ضد المستوطن الذي يريد تهجير العالم الإسلامي والمسيحي من القدس التي هي العاصمة العتيدة لدولة الفلسطينية، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم، يعني الخطة يعني تعرض للحصول على موافقة مبدئية في الثاني من الشهر المقبل. برأيك كيف يمكن إفشال هذه الخطة؟ أقول لك بكل صراحة، نحن بصدد اجتماع في وقت قريب ومناسب البطاركة رؤساء الكنائس، وسوف نضع خطة إعلامية بشكل ممنهج، بشكل منظم ومرتب لإعلاء صوتنا. بالإضافة سوف نتوجه إلى الوضع القانوني لأملاكنا وإقراراتنا، وبالإضافة للدور الدبلوماسي، كيف استطعنا أن نؤثر على أعضاء الكونغرس الذين تحدثوا مع رئيس وزراء إسرائيل وقالوا له نحن قلقون من هذا الوضع، ونحن نقول لكم هذه الخطوة تسيء لنا أولا قبل أن تسيء للكنائس، وهذه الكنائس نجلها نحترمها تتعبد لله سبحانه وتعالى، وهذه أملاك وإقارات هذه تورثناها عن أبائنا وأجدادنا، لا يحق لأي أحد أن يستولى عليها. فهذه تخص الكنائس والمساجد التي تضم أبنائها الذين يعيشون فيها منذ مئات السنين. كيف من الممكن تعزيز أو تثبيت أيضا الوجود المسيحي في مدينة القدس وفي فلسطين بشكل عام؟ الحقيقة بكل فخر واعتزاز بطرك القدس كيرلس ثيوفرس الثالث وأعضاء المجمع المقدس الذي يترأسه، أنه قمنا بإعطاء قطع أراضي لأبنائنا من أجل إقامة إسكانات في بيت صحور وبيت لحم وبيت جالة ورام الله والطيبة والمدن والقرى من أجل تثبيت المسيحيين، لأنه إذا وجد البيت فلا هناك هجرة.
والإضافة إلى ذلك أقمنا بشراكة مع بشار المصري بإقامة حي لنا في القدس بالقرب في بيت حنينة، وكما تعلمون هذا إن شاء الله خلال 30 شهر سوف ينجز هذا المشروع، سوف يضم 400 سكنة، وهذه أول مرة تحدث في القدس. استطعنا أن ننتزع هذه الرخص من أجل تثبيت المسيحيين والمسلمين في قدسنا الشريف. شكرا جزيلا لك، أن نطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس الأب عيسى مصلح.